هم الأمل في المشاركة الحقيقة هنا في المونديال العالمي للشباب، منتخب مصر ومنتخب السعودية. وهنا تسديدة، الله الله، في المرمى الكرواتي، صعب على ديلتش، صعب على ديلتش، تسديد رائع، التسديد قوية، التسديد واحدة من الحلول يأتي بها من ياسر الفهمي، تسديد ولا أروع. شوف اللمسة وشوف التسديد، صعيبة صعيبة يا ماتي ديلتش في مرمى هدف أول لمصلحة المنتخب السعودي. شوف التسديدة، شوف اللاعب كان أمامه، اللاعب كان أمام حارس المرمى. وإذا كانت الغلطات بتجيب أهداف بهالطريقة، يا زينها من غلطات ويا زينها من غلطات.